لحمة شو زنخة. أنا بجد مش فارق لي خالص اليوم اللي اتخصم، أنا كل اللي فارق لي بجد إنك تعرف سبب التأخير وتعرف إن أبوها حبيبها هو اللي أخرني، لأنه ما بيفطرش ولا نفسه بتفتح إلا هو في حضني. بالله شو بس اديلي نيعك حبيبتي، لأنه كل يوم بيطلع من بابك بدق بابي، زوزو لفي لي سندويشة لبنة وزعتر، زوزو علي لي عكاسة شاي بالنعنع. حاجة طعمومة قالية ومعجنات عم بحلك معه بالنادي، ارحمونا الزلمة مشان الله. أصلا بعد في ست كل كل هيدا الشي الصبح، مين بيفطر هيك ولو؟ بليارة شنفنو في اللي لابسك يا بليارة. أشوف الطلبة حدوا الجيولوجيا وتغير الطقس وتكوين الأحافير وجابلة وعوامل التعري والنحت وتضاريس. أبلا يارا قطمير، شو دخلني أنا ست هنا؟ هذا الهوى عم بيطير الفستان. لا عيني، هذا هوى الجميزي اللي يطير فستانك. احنا عندنا هوى كوس ما يشوف طريجة، يترس العين حصم وقوم هالشعرتين اللي بروسنا اللي غصب ننومهم بالسبري. فستانك مشتهي يطير ويطير هالكم معلومة اللي عايزنا وحنا نحشيهم بروس المقاريد. ايه ما في اتحكم بالهوى ست هيلا. لا ما فينا، بس البني آدم يختار معاركة، الهوى ما نقدر عليه، بس التنورة بيدنا. أبلا لواحد أعطيها التنورة بالمصالة لا تجبل علي الطابور وهي لابسة هالشكل. إن شاء الله مس هيلا. كله عشان طلقك ورعك علينا. أمال كنا حلوين كنت عملت شيء إيه؟ تركيلي بحالي أنت. بس طلب صاج حلوم ولبنة وقشقوان وجيمر وعسل وزعتر، تبي شيء ثاني بعد؟ سألتي بابا؟ واي تجرطون. رشيد باشا هو اللي دازني أسألك شو تبين تاكلين. شوفي ماما عايزة تاكل إيه؟ يا بعد عيني. ماما شلون أنت وبابا للحين لكم خلق بعض؟ لأن أنا وناصر صار لنا أسبوع قاعد نسولف بالإشارة. حتى إذا بيغازلني وجه الحكي حق حمود. يه إيش هالزين حمود، إيش هالصبغة، صاير صاروخ. زين ليش تغازلني بالوكالة؟ أنا مرتك، مو واحدة توكم صادفها براس العاير. ما عطى أبوي بالحكي الحلو. قل له أعوذ برب الفلق. شروق أنتي حاطة عينك علي أنا وأبوك، قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني ما قلت شيء، الله يتمم عليكم. بس أنت وخلصتوا من السوق اثنيناتكم بغرفة واحدة ويا لنا عيني، وبحبك وبموت فيك. الحين السيستم كله تغير، الحين كل واحد غرفتين نوم وخطان مستقيمان متوازيان لا يلتقيان، هي سبينينج وهو بادل. يما يا تتشلؤلو. هاي ماما برنسبل. خاطري مرة تقولي لي ماما هيلة. انت مو قلتي لي بالمدرسة لا تعرفوني ولا اعرفكم؟ في المدرسة قدام الناس، بس الحين احنا بروحنا. لما نيتك المكتب وقلت لك كلمي مس ماري تزيدني 4 درجات عشان ما اسقط، قلت لي انا ناظرة مو يدتك، وللعلم ترى كنا بروحنا. لا 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 لا، بنتك ما ينقدر عليها حبيبتي. وهي هتجيب الطبع ده منين؟ الله يسامحك يبا، يوم قلت لي سميها قوت القلوب على امي ما اخذ انا حاسه يدتي كلها. المهم عندكم بنادول؟ لا شنو، ما في شيء. تعبانه؟ نوت فور مي ماما برنسبل، هذا حق نوره بنت خالتي زينه. ليش فيها نوره؟ نوره ماما ايش فيك يا حبيبتي؟ عسى ما شر. طبعا اكيد خايفه من الامتحان. الله يعقبالك، البنت على الاقل تقاوع وتزاوع قبل الامتحان واخر شيء مسطره الايز، وانت كشرتك من هني لهني وما اشوف غير الاف. ماما حبيبتي ايش فيك؟ احنا مو حكينا بهالموضوع قبل هالمره. يما هاج ما عليك من هذه دعلة. ماما حبيبتي الامتحان يقيم أداء المدرسة في الحصة، ما يقيم أدائك أنت. شو بدك يا حبيبتي؟ أنا وياك متكلمنا بهالموضوع قبل هالمرة.